فيديو يعمل ضجة في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى كبيرة في إحدى المغازات حول موضوع السكر. فماش سكر ماكم تعرفوا، نوريكم الفيديو ونرجعوا نحكيو. فوالا السيد هذا عامل بالمغازة ذايا، فما برشا اكتضاض عليه، يطلبوا منه في شاتي السكر. يا اخي هو فد سوكي باغي ولا يسيح ويعيط، نحن نحينا اكيد لانه كلام ما نجموش نعديوه. السيد هذايا على ما يبدو انه تحكم عليه بالسجن على خاطر سب الجلاله، دونك وما نعرفش الهستيريا اللي تخللها والحاله الهستيريه اللي تخلها شنو هي سببها ما نعرفوش لتوا. مدام منيا شنو رايك؟ تفرجت فيه الفيديو بتبيع بوليميك قوية معناتها كبيرة على الأخر، والله أنا نقول معناتها هو سكر ولا كي سكر والفارينة والحليب واللي تتصور في بالك، معناتها العبيد بربي سامحوني يا أخي نورمال تهبلوا حاجة مثل تقول راي هاي تقطعت دب ما نجبدوا على حاجة معناتها مقطوعة ندخلوا بعضنا، معناتها باش تولي فيها الهمجية هذه الكل، معناتها احنا اللي تسببنا فيها الحكايه هذا السيء. كل ما نسمعوا بحاجه باش تتقطع ما ندخلوا بعضنا نابلوا، معناتها فريمون معناتها مانيش فاهمه. سكر، فارينه، سميد، كل حاجه الصف يسبق الكاميون قبل ما تجي. رغو معناتها اللهفه هذه اللهفه اللي معناتها عنا تتسبب لنا نحن، يمكن مانيش قاعدين عارفين كيفاش قاعدين نتصرفوا. انت ماشي باش تسد الصف ياخذ وقتك باش ما تصيرش الهمجيه هذه كل، باش ما انت وما وصلت الصف ولا معناتها بالطريقه هذيك وتخلي السرفاس وتولي معناتها اللهفه هذيك والعباد تتصرف هكاك، السيد خرج على السيطره مسكين نتاعو. معناها هو معناها انت مسكين هو معناها؟ لا غلطه الحرفاء مش غلطه السيد هذايا اللي كان لازم يريح صابرين. اي احنا المواطنين احنا اللي معناتها ما النظام اللي ماناش معناتها منظمين، اللهفه قلة معناتها الرغبة وباش وصلنا معناتها نسبولو في التشنج هذاك اللي صار، باش هو مسيك نتصرف هكاكا باش يوصل يتكلم كي من هكاكا، وكان ما في بالكمش معناتها تسببتوا في قطع رزقه هذا السيد. هكا انا هكا نشوفها الحكاية. معناها المواطن غلط عندك انت مدام منى؟ لا انا هكا نتصرف، هو تصرفه ممكن اللي عمله ممكن كلامه غلط، اما احنا اللي تسببنا فيه هذايا راهو. احنا ديجا من الصف اللي تشوف فيه هذاك الكل، من قلة النظام هذاك اللي تشوف فيه، من لافه نتاع العباد اللي تزر معناتها باش تدخل حتى اللي ندخلوا للسيرفاس باش وصل للسيد يتصرف كيما هكاك. معناتها انت كي تجي تشوف هو مش من كان قاعد شايخ الصف موجود والنظام موجود وهو مسيك نعمل الرياكسيون هذيك، اللي هو خرج على السيطره من التصرف نتاع العباد. احنا تسببنا في قطع الرزق. ليه مدام منيا السيد هذا والله سب الجلاله حتى ولو كنت سلبيك حتى بالتصرف نتاعنا هو سبك. ليه مهما كان تصرف ومهما كانت الهمجيه ومهما كان ستريس ما يجيش هو يعمل رياكسيون كيف نهكيك بالطريقه هذيك في الكلام اللي قالوا. انا معناتها مانيش معاه يا صابرين، اما هو ما عمل لك هكا كما منا احنا راهو اللي خليناه. رايك مدام منيا رايك ولو اني ما نوثقش فيه لكن رايك هكاك صابرين. انا نشوف الاطراف الكل غلطت في الحكايه هذيا، اما نورمالمون اصحاب المؤسسه ينظموا مادام معناها يعرفوا الفوضى هذه باش تصير. هو الله ومنه اسافوار شنو الضغط اللي عنده كي معناها متاكده الانفعال هذاك مش كان قاعد هكاك عمل. نتصور حتى ابار المواطنين معناها فما ضغط اخر نعرف اللي هو في العمل ولازم يتحكم في روحه، واللي المواطنين فما معناها طريقه التعامل مع الحرفاء انه سختو قلتوا لي سب الجليله وانه ما يجيش ما زيد هو مسيك اليوم رزقه تقطع وفي الحبس وسافوار ورا عائله وكل. يعني نشوف الحرفاء غلطت وهو غلط والمؤسسه كلها غلطت. نورمال ما عارفين السوق باش تصير الفوضى دي خاطر ديما احنا حليف فارينه حكايه الفوضى كيف يتنظم يدخل بالواحد بالزوز تكون من الباب الحكايه منظمه وما يصيرش هذا الكل على خاطر سبحان الله. نقول لك ساعه الغفله ولا الشيطان الدقيقه هذيك معناها ما نعرفش انا ضغط الله غالب يعني والله انا كونتر يسرى وكونتر مدام منيا. ضغط
باشا حرفي لازم يعرف يتحكم في اعصابه. ساعه اول حاجه ما عندوش الحق يسب الجلاله ولا يقول كلام خايب في حضور عباد كبار مسنين، عباد صغار، رجال، نساء اللي معاه مرته. ما عندكش الحق انك تتجاوز حدودك. معناها انا في خدمتي تبدا الطفله تخدم معايا، يجيها واحد يوتر لها اعصابها تضرب وتعطيه تريحه ونقولوا عندها الحق، وانا جوست نوقف على الخدمه. لا سامحني، غلط 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 التصرف نتاعو، ماهوش مقبول. اي ستريس، اي حاجه، اي ضغط كان عليه ما عندوش الحق يتصرف هكاك. هو يخدم في بوست لازم يكون، معناتها لازم يكون اعصابه بارده. انت مش اول مره نصارش تحطها في الضغط نتاع هذا نتاع سكر ولا نتاع حليب ولا نتاع فاني. ما دام هو يخدم في مؤسسه كيما كيكه، معناتها هو مستانس بالضغط. ما حرام زاد هذيك نعمه ربي. هو ها والسكر ها لا، ما تصرف غير مقبول. ما احنا قلنا ساعة هذيك اسفوار شنو اللي صار، ما يدخلش خدمته في، نعرف نعرف ما يدخلش، خرج على السيطرة بكشي. فما شكون سمعوا كلمة وهو رجع بكشي، نعرف ما يجيش على خاطر احنا ديجا اون بوبليك معناها وناس وصغار وحضور. اما قلت الحكايه دي برشا اطراف ياسر، كنت نجم تنجر على حاجات اخرين. راه كان ينجم يكون فما واحد هكا شويه شعراوي مع الكلام اللي هو قاله، راهي ولات صحيح. امل، انا ما نستحقوش السكر، انا كي نحط صبعي في القهوه تولي حلوه ديجا. فوالا احنا نقولوا البلاد شبيها، واحنا نقولوا البلاد شبيها. لا تعليق، لا تعليق، معلش ما نقولوا فينا. سامحني امل، نداء اللي عنده قهوه يعيد امل. ساعه كنت نشكر فيها بنت بلادي ما كيفاش. لا تعليق، لا تعليق، وكركم الطفل عامل دايت. السكر مضر بالصحه، معلش ما له فيه. فما برشا منتجات اللي هما مقطوعين كيما الفارينه ودرا شنو، مش لازم علينا ناكلوهم، مش لازم بدلوا بدلوها بحاجه اخرى. صبعك يا امل، الشيء ريت اللهفه باش تحسكم الهاويه. امل الشيء زاد بيك نحس. ليه والله؟ وين باش توصل؟ لا نحب نفهم. انا قلت لك نحط صبعي في القهوه والله حلوه. حلوه والله والله. يزي عاد يجي. لا لا حول ولا قوه الا بالله. انت طارق شنو تعليقك على صبع امل؟ يحب سكر يكمندي صبع امل. انت يا طارق شنو رايك في اللي صار؟ شوف انا باش نعلق على نور، على خاطر جيت هبطت في الراجل ساعه، ما يجيش ما يجيش ما يجيش. باهي، اولا لازمك تعرف نحن مالوزمون عندنا بارتي من الشعب متخلفين همجيين، فهمت؟ باهي، انت كي تمشي تشري سكر ولا فارينه عندك مثلا حق في باكو فارينه، انت استكفى باكو، خاطر غيرك راه عندك اكس وايكغيك يستحق زاده. لا هو يبعث مرته وامه وجارته وخالته وعمته، فهمت؟ فهمت شو يعملوا بهم من السكر؟ ما نقولوش يا ترى خلينا نشوف. لا سامحني، كيما شكي سامحني، دقيقه 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 سامحني سامحني. وكيما فما السكر باش تموت، احسب روحك في بلاد فيها. مش متخلفين يا ترى، نختاروا عباراتنا. انا بالنسبه لي انا الفيديو اللي وريتولي نتاع انسان ناس همجيه وتخلف. لا 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 مش متخلف، عباد تحب على السكر سبحان الله، مستحقين للسكر. فما قهاوي مستحقه للسكر، فما معامل، فما ناس يستحقوا السكر. ما فما السكر نموتوا؟ نعم، ما فما السكر نموتوا؟ اكيد فما تو قهوه تخدم مشروع. ما فما السكر شنو ما يخدمش؟ اي نموتوا، يموت بيان سور محل خدمته هذاك. صابرين اي اي ما تجيش. نعم نجم نعاقب على طارق. تفضل. انت قلت لي انا تحت في الراجل، شو هذيك احنا كيفاش يقولوا الهمجيه اللي كنت تحكي عليها انت، احنا معروفه فينا معناها توا زاد راس العام هكذا ترى ديجا على الدجاج وعلى الجاتو على كل شيء. ما عندوش الحق يتصرف تصرف هكاكا. كان جاي في رزقه، كان جاي يخدم في محلو، ما يعملش رياكسيون عليك. يشد بالي نقول لك يشدوا الصف كي صغار. شكون قال لك ماهمش شادين الصف ديجا؟ شادين الصف في الفيديو، هما دخلوا بعضهم وقتها وقال ها والسكر ها والسكر. ما عندوش الحق. انا صاحبة مشروع وما دخلش انسان يخدم معايا كيما هكاكا. سامي رايك في اللي صار؟ نوعيه المغازات هذوما اكثريتهم محطوطين في المناطق الشعبيه. اي والمناطق الشعبيه فيها نسبه سكان مرتفعه ومعروفه. برودوي يسمعوا به كان مقطوع وجابوا منه. دونك المشكله وين؟ باش نبدا بالمشاكل. المشكله في المغازه هذه، المغازه في حد ذاتها الطلب اكثر من العرض. معناها نسبه السكان اللي سمعوا بالحب السكر موجود غادي باش يمشوا برشا وباش يضربوني كما قاعدين نشوف في الفيديو. تمنيت حاجتي انا. الحاجه الاولى كان المغازة هذه تسكر الكراج كومبليتمون كاريمون، والا تحط ثلاثة ولا أربع بورتيات لبرا ما جبت السوك، تعمل صف وتدخل بالعشر. النظام النظام راهو باهي. ما عملتش نظام أنت، تو ما عملتش نظام. ثم حاجة نسيناها نحن تو، أنا اليوم جبت السوك قداش فيه ربح كيلو السوك؟ هو قداش سومه أصلا كيلو السوك؟ كي انا ندخل لي في الساعتين هذا سوي انا سكر مدعم من الدوله. ما يهمنيش، مش اسمعني اسمعني مليح باش تفهم اللي غلطه المؤسسه في حد ذاته. انت تبيع في السكر وجايب نقولوا 100 كيلو باش تبيعه،
انت 100 كيلو سكر مش قادرش يخرج لك فيهم ربح. فك الساعتين ثلاث سوايع باش تخسر برشا كليونات، خاطر انا ككليون ندخل نقل همجي وماخذ باش نمشي ناخذ مقرونه ما ندخلكش. باش ناخذ ياغورت ما ندخلكش. دونك انت عملت فوضى خسرت فيها فلوس ليك انت وخسرت فيها سمعتك انت كمؤسسه، خاطر انا كي نمشي غاديك ونسمع كلام زايد انا بدي ما نقبلهاش على روحي. انا الحقيقه ما نقبلهاش، هذا معايا امي ولا اختي ما نقبلهاش. هو يعطي الصحة كي خرج ومشى، كان قاعد متصور ما صارش الخير. دونك انا هنا اللوم على شنو؟ اول واحد ما نلومش على الطفل من الاول، نلوم على المؤسسة اللي عمل مال جيستيون كي انها جبت حاجة مقطوعة، وكيما قلت لك الطلب أكثر من العرض. باهي المغازة هذه راهي قدمت اعتذار للشعب وللمواطنين اللي كانوا غاديكا، لكن مش مرفوض اللي قام به السيد هذايا لأنه يحترم الناس، وحتى كان فما اكتظاظ ما يقولش الكلام هذاك وما يتصرفش التصرف هذاك. وين نشوف اللي عملته المغازة هذه واللي خذوها في حقه الحقيقة معناها اللي كان لازم يصير، لأنه هو تجاوز القانون وتجاوز الحدود وما احترمش الناس وما احترمش البوست اللي هو فيه. دونك هذاك هو. كذلك احنا نطلبوا من الناس اللي يتفرجوا فينا بشوية بشوية نشدوا الصف نتنظموا أتون كل واحد ياخو مستحقاته. معناها الحمد لله راهو تصير ساعات بيريود تتقطع، اما راهو من بعد يرجع. صارت على الماء، صار على الحليب، صار على كل شيء، ومن بعد رجع. وكما شفنا ديغنييغمون ليسونس بالصف بعد نهارين فما ايسونس. معناها نتفاهموا الوضعيه بشويه بشويه، الناس الكل باش نتجاوزوا المرحله الصعيبه هذه.